اليوم أي مشغل من المشغلين الحاليين سواء كان الشركات الموبايل ولا الشركة تسوي الاتصالات بهمة أنه اليوم سرعة النت تكون كبيرة، لأنه هذا عائد لها بالنهاية. يعني بالنهاية جودة الإنترنت هي مسؤولية المشغل، ونحن هذا موضوع ما نشتغل عليه، وبإذن الله تعالى يعني وضعنا مو كتير سيء، لكن نحن ما نراضين عليه وما نشتغل عليه لحتى نحسنه، وأكيد رح تشوفوا نتائج إن شاء الله. معرض هاي الدورة الثانية خلال نفس السنة وليس خلال سنة ثانية، فالحلو فيه هو طبعا أنه دائما نحن عم نأكد على وجود الحياة بالآخر بسوريا، بلد فيه أزمة. بعز الظروف هاي نحن مستمرين، في عنا معارض، في عنا شركات تكنولوجيا عم تجي على البلد بالآخر، أو حتى على الأقل بوكلاء المحليين لو كانوا هني بوكلاء المحليين. فهي فرصة حلوة لحتى دائما نعرف سواء الشركات أو سواء الجيل الجديد شو في نيو تكنولوجي بهذا المجال. هاي السنة الإقبال كتير كبير، شركات كتير كبيرة وجديدة، يعني ما كانت موجودة السنة الماضية، عم نشوفها هيدا السنة بكل مجالات التكنولوجيا، الموبايل، الكمبيوتر، ونحن كمان بجناحنا في شيء جديد ما كان موجود السنة الماضية، عم نعرض تقنية تلفزيون المرئي عن طريق الانترنت، تقنية الاي بي تي في. هيدا التقنية بتتميز بأنه أنت بتعرضي عن طريق الانترنت على التي في عندك. هيدا أول مرة عم تنعرض بالمعرض، ونحن الشركة الوحيدة المنفردين بهيدا التقنية بسوريا.